إن إحنا عملنا 5 سنين مدمج وسنتين تدريب، لأن التدريب أهم شيء للطبيب. الدكتور بيطلع محتاج يتدرب، فإحنا في التدريب بتاع دلوقتي هيبقى متحضر، هو قابل عيانين قبل كده، شافهم، سمعهم، كلمهم، فيبقى التدريب تطبيقي أكتر من التدريب الأولاني اللي هو يعني. أنا مثلا أما كنت في كلية أول مرة في حياتي أشوف عيان كنت في سنة رابعة، دلوقتي العيان الطالب بيشوف العيان من في سنة أولى. فاحنا عملنا حركة تطوير كبيرة جدا في التعليم الطبي، لكن هل هي ماشية 100% صح؟ أنا بصفتي خبير في التعليم الطبي لا أقول لحضرتك لا، فيها برضو دايما في مثل بيقول لك دايما في مكان للتصحيح. احنا لازم نشوف ونتابع ونصحح. احنا مثلا بدأنا بدري قوي قبل التدريب بتاع الأساتذة. الأساتذة كمان محتاجين يتدربوا على هذه النوعية من التعليم. فبدأنا بدري شوية، فالأساتذة ما كانوش قوي ملمين بالموقف، وكانوا يعني مش حابين قوي التطوير، دايما الخروج من المنطقة منطقة يعني الراحة لمنطقة التغيير بيبقى فيه شوية مقاومة. فدي نقطة. دلوقتي لا، الدنيا اتحسنت كتير. برضو نفس القصة في بناء المنهج الدراسي، ما هو الأساتذة هم اللي بيبنوا المنهج الدراسي. ده علم، ان انت تدخلي كل العلوم دي في بعضها وتعمليها مدمجه، ده علم من العلوم المهمه جدا في العالم. دي برضو كانت محتاجه تدريب من الاساتذه. هم الدنيا دلوقتي بقت احسن كتير طبعا من 2018، لكن دايما في مكان للتصحيح ودايما عندنا مكان ان احنا نحسن. دخلنا كمان حاجه مهمه جدا في معظم الكليات الطبيه اللي هي السيناريوهات الطبيه. يعني ايه؟ يعني تحكي للطالب حكاية عيان علشان يقدر يتخيله، فيعمل صورة ذهنية ليه لما يتخرج. يعني عيان جالك بيقولك عنده مش عارف بينام، ما بيحسس حرقان في المريء، عطشان، بيقوم بالليل، تحكي له حكاية وتدخلي بقى فيها حاجات إنسانية علشان يشوف العيان كإنسان، مش يشوف العيان كحالة.